Hi everyone, I'm Ali from the United States of America and this is my cousin's channel Mehdi. And أنا سمحوا لي اللي طولت عليكم أنا نجيبه دابا. السلام خلت العالي اللي لكم اليوم المقدمة للفيديو. اليوم غادي ندير واحد الفيديو اللي يكون على غادي نعطي واحد الكلمات بالعربية ديال الدارجة هنا يكونوا صعابين شي شوية بحال الكلمات اللي كنهضروا بهم حنا بالدارجة يكونوا صعاب علي كيهضر بالدارجة ولكن الدارجة ديالو فهمتي يعني ما يعرفش داك الكلمات الصعاب قررت اليوم نعطيه له ونكتشف واش كيعرف داك زعما واش كيعرف مزيان الدارجة. نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم وطول وكملوا الفيديو حتى الاخر غادي يكون زوين ان شاء الله. المهم نبداو حطيت لكم واحد البوست انستغرام عطوني الناس واحد السميات زعما باش نقولوا من العالي. نبداو بعدا باول واحد قال لك شنو هي مرميطه؟ هي كوكوت. عرفتيها؟ شنو هي باللونجلي؟ كوكين بار. كوكين بار. يلا سير نعطيك ثاني حاجه شنو هي بعوش؟ بعوش؟ ما عارفش. بعوش هانت درتك بيد كيفاش بعوش؟ بخوش. بخوش شنو هو بال انسكت؟ انسكت ياك لا لا عالي واعر في اللونجلي واخا باقي صغير زعما وداي جاتني عنده مزيانه فهمتي. ندوزو لثالث واحد اللي هو يوسف قال لك شنو هو الكودرون؟ كودرون؟ كودرون واه ما عرفش. كودرون طوموبيل فين كتمشي؟ دبر بديت معاك ساهل كنعطيك كنسهل عليك الطوموبيل فين كتمشي؟ ما عرفتش في الطريق. شنو هي الطريق؟ هي الطريق هو القوطرة حنا عندنا بالدارجة ديالنا فهمتي؟ شنو هو الشانطي؟ باللونجلي اه شنو هو الشانطي؟ رود. شنو هو الشانطي انتيا ملي كنقول قلت لك شانطي شنو فهمتي؟ فهمت الطريق ديال الطريق هو الشانطي عرفتيها يعني؟ يلا سير ندوز واحد اش ترجم؟ نقول له شي حاجة هو عارفة شنو هي الترجم؟ هي هادي شرجم. شنو هي كاشة؟ هي الدوسة. واش اللي عارفك؟ عطيك شي سمية ساهلين وراه عارفهم. يلا كنسيت ما قلتهاش باللونجلي. يلا شوف نقولهاش باللونج وحدين عطاهم لي انا ما عارفهمش عند واحد البنت كتب لك شنو تشينكلا. تشينكلا شنو هي تشينكلا؟ انا ما عارفش. يلا نقول لك وحده سهله يلا شنو هي قعد؟ وقف. قعد قلبتيهم قعد جلس. واحد اللغه ديال داك الغرب جلس جلس. يا باس عليك شنو هي باللونجلي؟ ست. ست ندوزك دابا تشوف عطيتك دابا الساهل دابا غادي نبدا نصعب لك واحد شويه. شنو هي ريح عشيري؟ ريح جلس ريح. راه عليك كيهضر بالعربيه اكثر مني. شنو هي بزعطه؟ بزعطه هي اي والله ترجمها حاول تعرف شنو هي بزعطه. بحال معيور. لا ماشي معيور بزعطه سمع الناس كيقولوها بزعطه. وعندك الترجمه ديال بلونجلي؟ لا ماشي مشكل. يلا غادي نصعب لك واحد الشميه شنو هي الكابينه؟ ماكينة الصابون. ماكينة الصابون لا كابينه قاروس. قربت واحد شويه كابينه ويلي يا علي قول لي. لا ما نقولكش حاول تعرف تقات لي واحد شويه واعرف ما عرفتش. كابينه بقى كتفكر قلت قادوس واحد شويه قربت الماء. لا ما عرفتش. الطواليت هي الكابينه. شنو هي فيساع؟ ما عرفتش. فيساع ها انت شوف فيساع جري. لا تمشى قريب لهذا الشيء فهمتي. انت مثلا كنت في الدار قلت لك فيساع اجا الطوموبيل جيب. لا فيساع اجا الطوموبيل شنو؟ في ساعة أجر الطوموبيل، أنت كنت في الدار معطل قلت لك في ساعة أجر الطوموبيل. نجري دغيا. آه زرب. هي سبرنت. سبرنت. مازال عندي كلمات صعاب فهمتي مازال غادي ن. شوف إلا بغيتي نكملوا بهذا الفيديو، أنت عاوتاني عطيني كلمات باللونجلي ونحاول نعرفهم، هو أنت شوف دير لي بحال تقريبي بيدك بحال بغيتي تشرح لي مثلا شنو هي طوموبيل قول ليها عم فهمتي بحال عطيني شي تقريب لي لحسن راه خوك شوية في اللونجلي. أعطيك واحد شنو هي الزميطة؟ عارفة هي؟ ما عارفش الزميطة؟ واحد النوع ديال البخوش. لا زميطة ماكلة زعلوك.
لا ماشي زعلوك يلا سير انا صعب عليك زميتها هي اللي كتكون بحال ديرها بحال التراب التراب الحلو كيقولوا لها واحد البلاصه كيقولوا لها التراب الحلو تكون له ديرها بحال التراب وفيها الكركاء فيها اللوز وفيها داكشي اه عرفتيها سلو ميكست نوت سلو هي كيقولوا لها في الرباط نقول لك واحد السميه صعيبه واحد شي تقد تعرف مقوله برقوق بقولة وشي ماكلة هو ماكلة كتكوني في جنب الطريق كيجمعوا العيالات ما تعرفهاش لا جنب الطريق شناهي بقولة كتكون بحال واحد الربيع كيبقاو يجمعوه طيبة يلا نزيدك واحد الكلمة أخرى موراها شنو ندير داك الساعة موراها تعطيني سميت بلونجلي وأنا نحاول نعرفها يلا هادي أعطيني شنو هو فكرون تيرتل شنو هو بالدارير بالترجمة ديالو باللغة العربية الفصحى فكرون معرفش عرفتي باللونجلي ياك وبالعربية لا ضفدع فكرون لا فكرون شنو هو ضفدع فكرون هو حالة زو فكرون انا ما عرفتش سلحفات هو فكرون يعني شوف دابا تعطيني باللونجلي وانا نكمل بلا انا نعرف العربيه حاولي بشويه ماشي تراك يا خويا زارك بادي شويه صعيب انا حاول تشرح لي بيدك باش نعرف تراك طوموبيل بحال قربتي الطوموبيل ولكن ماشي طوموبيل ترين طياره قريبه للترين لا ماشي طياره تراموي كاميون كاميون تراك ويلي ديما كتدخل واحد الالعاب كنلقى مكتوبه فيها تراك سير يلا زيد واو 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 كتسهل عليا سرجم لا شنو زاج لا شنو ما فهمتش والله ما فهمت هي الحيط اول اخويا انت خصني نستافد منك نجيب السير ورقه سير زيد شي حاجه واش عطيني شي حاجه سهله اصلا كاميرا ايوا شنو دابا شتي حسقرتيني واحد شويه ايه كاميرا هلا ويل عرفتيش لا شنو هي ويل هي الرويده اللي في الطوموبيل انت كتجيب شي سميات ساهلين راه صعاب هادشي فهمتي ماشي صعاب زعما ولكن ما نعرفهمش فهمتي لاك لاك هو الحظ لاك ال يو سي كي ال او سي كي لاك وقف لك سبا وي كاين وحده بحال ال يو سي كي ولي لاك ما الحظ لاك نتمنى يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم فيديو بسيط عادي بغينا نجربوا انا وعالي نحيدوا الملل واحد شويه نتمنى يكون عجبكم الفيديو الا بغيتو نزيدو نديرو بزاف الفيديو انا وعلي خليوها لي في الكومونتير علاش لا وخليو لي مواضيع اللي بغيتو نهضروا عليهم انا وعلي في فيديوهات التحديات وداك الشيء نتمنى تكونوا بخير نخليو لعلي يهضر واحد شويه I wish this video was good for you and if you want us to do a different video we will and I really had fun doing this challenge with Mehdi شكرا يلا تهلاو تهلاو في راسكم